يعني مش مطمئن طبعا، لأن من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لازم كلنا كلنا نكون واخدين بالنا من الموضوع ده. أي إنسان مسلم لازم يهتم لأمر أخوه المسلم في أي مكان في العالم، لازم يشيل همه، لازم إن هو دايما يكون عونا ليه، حتى ولو بالدعاء. لو بالدعاء، مش شرط إن أنت تروح وتقف جنبه وتسنده، بس العزة.